موجز الرابعة من إنفجراد، أهلا بحضراتكم. قال رئيس أركان الجيش النمساوي روبرت بيريجر أنه لا يوجد حاليا أي خطر من اندلاع حرب نووية عالمية في حرب أوكرانيا، ولأن بوتين لن يستسلم بسهولة في أوكرانيا فلا يستبعد استخدام الأسلحة النووية التكتيكية، والتي سيتم استخدامها بطريقة مشابهة للأسلحة التقليدية لمحاربة العدو. وأضاف بريجر عادة ما تكون أقل تأثير بكثير من الأسلحة النووية الاستراتيجية، مما يعني أنه سيكون هناك قتال مطول على حساب السكان المدنيين. ووفقا له فإن حرب أوكرانيا بمثابة جرس إنذار لأوروبا فيما يتعلق بالسياسة الأمنية، حيث تمت زيادة الميزانية العسكرية للجيش النمساوي، وهي أحد الجوانب الإيجابية القليلة لهذه الأزمة. قال وزير العمل مارتن كوخر اليوم أن اللاجئين الأوكرانيين سيتمكنون من الوصول الكامل إلى سوق العمل، وستكون تصاريح العمل جاهزة بعد تسجيلهم في وزارة الداخلية، مشيرا إلى أن قنوات البيروقراطية ستكون قصيرة بالنسبة لهم. وأضاف كوخر أن إدماج هذه المجموعة من الأشخاص في سوق العمل سيكون أسهل من إدماج السوريين. وأعلنت وزيرة الاندماج سوزانا راب أنه يجب التعامل مع أكبر عدد ممكن من القنوات والمعلومات الرسمية في يوم واحد وفي مكان واحد، ويجب أن تكون هناك نقاط خدمة في جميع الولايات الفيدرالية في مراكز الرعاية الاجتماعية الأساسية أو مراكز صندوق الاندماج النمساوي، ويجب أن يكون الدعم باللغة الأم أو بمترجم. تقوم شركات الطاقة في النمسا حالياً بتقديم خياران لا ثالث لهما للعملاء، فإما أن يقبلوا زيادة في أسعار الطاقة أو يتم إلغاء عقودهم، ويعود ذلك لارتفاع أسعار الكهرباء عند 30 مورداً وأسعار الغاز عند 4 موردين. ووفقاً لشركة أوكوشتروم للكهرباء الخضراء، فلا تقبل الشركة أي عملاء جدد في الوقت الحالي. وأوضحت الشركة أن هذا القرار مرتبط بتوافر الغاز في النمسا، وعليهم أولاً ضمان إمداد العملاء الحاليين، والشيء نفسه تفعله شركة فابوند، حيث لا تقدم أي عقود جديدة للعملاء من القطاع الخاص حتى الكهرباء. وهنا تقدم حركة إي كنترول، منظمة الطاقة في النمسا، المساعدة لمن لا يتمكن من العثور على مزود جديد. في تطور خطير في محاكمة الكبتاجون وفي محكمة سالزبورغ الإقليمية يوم الاثنين الماضي، قام المتهم الأول النمساوي ذو 55 عام رئيس العملية ومالك مطعم للبيتزا في فلاخاو باتهام ابنه ذو 29 عام وهو المتهم الثاني في القضية، مدعيا أنه في إبريل 2018 أحضر حوالي 40 كيلو جراما من الكبتاجون إلى المطعم مع الشاهد الرئيس للقضية، وقام بإخفاء الأقراص تحت درج سلم المطعم. وأضاف الأب أنه لم يكن متورطا في أي تجارة مخدرات، وأن 95% من أقوال الشاهد الرئيس العراقي أكاذيب. ويذكر أن هناك 14 متهما بتهمة الاتجار في 13.8 مليون حبة كبتاجون مستوردة من لبنان، والتي تقوم بتصنيعها ميليشيا حزب الله الإيرانية، والتي وضعت في أفران بيتزا ومجففات ملابس ليتم إرسالها إلى المملكة العربية السعودية للبيع هناك. كان هذا هو موجزنا، ونلقاكم على رأس الساعة 6 في قراءتنا الإخبارية الموسعة. نسعد باللقاء، دمتم في أمان الله.